بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ده يا جماعة بيستهدف هدف واحد أساسي مهم جدا، هو إن احنا نحاول نتعرف على الكومبوننتس أو المكونات الأساسية لبيئة الفصل الافتراضي اللي راح يتم فيه عمليات التعليم والتعلم. طيب بمنتهى البساطة المشهد اللي قدام مننا ده بيكشف لنا دور من أدوار الفصل. يعني أنا عندي الفيرتشوال كامبوس أو الحرم اللي أنا فيها هيتم عملية التعليم والتعلم، بيتكون من طابقين. الطابق الأولاني طبق بيتكون من 4 ترابيزات، كل ترابيزة عليها 4 كراسي، الكراسي ديت هي بمثابة الورك شوبس أو الورك ستيشنز أو بمثابة مجموعات العمل. يعني أنا كده عندي 4 مجموعات عمل، كل مجموعة عمل فيها 4 أشخاص، بصاد كل مجموعة عمل الشاشه ديت هي اللي انتراكتيف وكونكتد بويب سايت. الويب سايت ده هو اللي هتولى مساله التراكنج والمتابعه والبحث عن المصادر، وان احنا نشوف حاجه مع بعض او نشوف حاجه بشكل افتراضي، او ان احنا نحاول ندون ملاحظاتنا بشكل جروب كتابه او غيرها من الطرق المختلفه. ديت الانتراكتيف بورد او الانتراكتيف سكرين اللي موجوده على يمين كل ترابيزه من ضمن الترابيزات ديت. تمام كده؟ اوكي، ده بالنسبه للدور الاولاني. يبقى الدور الاولاني بيتم فيه عمليه التعليم الفعلي والاحتكاك المباشر ما بين افراد المجموعات المختلفه وبين الانستراكتورز والبحث عن المصادر وخلافه. طيب اوكي جميل، لو حبينا نطلع على الدور الثاني. فهنلاقي يا جماعة ان الدور الثاني بالشكل ده او بالواجهة دي. ده بمثابة داتا شو. الداتا شو ده وستيج، منصة ديت فيها انستراكتور راح يحاول يتكلم، وبعدد الاشخاص الموجودين اللي هم الـ4 مجموعات كلهم بيكونوا موجودين على السيشن ده. تمام كده؟ اوكي جميل. يبقى طيب هو ايه الغرض بالظبط من الدور الثاني؟ طالما الدور الاولاني هيتم فيه عمليه التعلم الفعلي والاحتكاك مع المصادر والمعلومات والانستراكتور وكده، الغرض من الدور الثاني ده يا جماعه هو هيكون جلسه البدايه والنهايه. يعني مثلا قبل ما نبتدي السيشن بتاع اي جلسه من جلسات العمل، هنكون كلنا موجودين في الدور الاولاني عشان نبتدي نتعرف بالظبط على مجموعه من المعلومات الهامه جدا والمتعلقه بايه الاهداف اللي احنا عايزين نطلع بيها من السيشن ده، ايه المخرجات اللي احنا عايزين نطلع بيها من السيشن ده، توزيع الادوار هيكون ازاي على الناس، ايه الوقت المستغرق لتنفيذ المهمات دي، ادوار كل شخص من ضمن المهمات دي هتكون ايه بالظبط على وجه التحديد. وبعدين نفك السيشن ده بعد ما ناخد المعلومات الاساسيه، ننزله تحت على الدور الاولاني ونبدا في عمليات التعليم والتعلم مع الناس، وبالاخير بعد انتهاء الوقت المحدد نرجع مره ثانيه للدور التاني علشان ندي الفرصة للليدرز بتوع المجموعات ان هم يتكلموا ويدونا برينت سكرينز من الانجازات اللي هم عملوها داخل الفترة او خلال الفترة دي. ديت كل الفكرة ببساطة، وده مكونات الفيرتشوال كامبوس او الفيرتشوال كامبوس بتاعنا او بيئة الفصل الافتراضي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.